الإنسان ببالدي حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين اشخر أن اشخر لي ولوالديك إلي المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله فسخالك كائنات مالك يرزق السماوات السخن يم خداي قدوس بأخمو قراتا فنسخانو لمقدس كن رجو كرمو سورة لقمان يسعز به مايت تلاوت كر كي انت ترجم كم كيس مفهوم الله تعالى كرن بيان. ولقد اعطينا لقمان الحكمه ولقد لام حرف تعقيد قد حرف تحقيق يعني تعقيد افمز لام تحرف تعقيد قد حرف تحقيق بتحقيق اعطينا اشقراتا لقمان إذ بربارك الشخصية تس اسم لك بيشتر مفسرين كي يوس نبي كين بالكيوس أخل الله تعالى اسم رتبة يمس أخم الحاقمين طن إناية تذكر مزطا حكمة بش دعنا ريهنس دعنش من ديهنس آتينا يقول أعطا كرم ألف تيست أي تاون ألف عين تا يتقو أعطا كرم دنوني معنى هم شكسان دن مگر جون على غلط استعمال شكسان يمساتن سياخ تسيبا خاص يمساتن كتوت مسائل أحسن ألف تيست أي تا دن إش لغن تات يتن شكل عسقا اسم مجسم عشقا اسم مادي عش مثلا قرآن مجيد نقول يتي استعمال ولقد أعطينا لقمان الحكمة حكمة شكا كمجسم كمادي كان إلي أعطينا كر استعمال قرآن مجيد كن إن أعطينا كالكوثر مكر مطيعتا كوثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجو أعطى ألف عين طاسي اسم مجسم اس اسم مادي كان شيز اس الف عين طاس تيغو اتا كرون الف تيس دلي ايتا يدغو اتا كرون مگر ايش لغان تاجس ييت كان شكل اس كان مجسم اس اس غير مادي اس هيك ما شي هوي فرسول رحمة الله نقول صلى الله عليه وصحابه وسلم كما اتا كرون سبع مساني القرآن العظيم تتعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فرموت مساطن تي آتينا ألف تيس سبا مساني شوانا ساتم چيز ام بار بار قرن يمانش مساني دويلة سغو سورة الفاتحة تتعو ألف تيس مرا يتش آتينا أشكر أتا لقمان على نبينا ليس لقمان عليه الرحمة الحكمة يقول قلت يا مش مفسر ان اختلاف لقمان شخصية نبيه وساكنة مگر احاديثا من شكين قران فكري كي ينباري الغمج احاديث نبوية كي لقمان على لقمان وصن النبي كي ينبالك يتخ شخصية الله تعالى نكرم صفارية بربارخ شخصية تمساتا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام في زمان تم فتي ثورة ميرا الله تعالى كرم فهم ان اشخر لله يمغن في بن شكر الله تعالى سن كي الله تعالى سن شكر غزوري كي وعترانش فكري
يمس أحكم الحاكمين حكمة كراتا حكمة يمس أوساطا أصن أحكم الحاكمين كربتاتا تمسا ضروري پاک پر بردگاري عالمين شكر كزرهين أوساط كربتاتا يمس إنسان الله تعالى إنعاية كر أمبتعاس انتن الشكر كزري كي أمس من زون يحيك حكمة هو لو يسد كي أمس من زين زانا يسد كي يعني صرف فلسطة من منان منطقي يسمي الزهن اسم سوش بيان كرام كياز يمس أحكم الله يمس أحكم الحاكمين يمس أطاو شكر موت تنك أطاو شكر غزاري وسيهاي يكري أحكم الحاكمين سوز بابا رسول رحمة الله عليه وصحابه وسلم هذا تعاش الصديق رضي الله عنه كرم بيان باريا رسول رحمة الله عليه وسلم تبي القيامة سان كرام راتس أكلير تكور نبي آخر الزمان وقيام صلى الله عليه وصحابه وسلم حتى تتفتر خدماه يذكر قيام دنوني قد مباركا خد ورم توتي فقد رسول رحمة الله عليه وصحبه وسلم قد مباركا ورم خد يوت قيام غو هذا جاء الشيخ رمضان رضي الله تعالى عنه حصين موج فقلت له نقول رسول رحمة الله صلى الله عليه وسلم لما تسمع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا شكرا أنت لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يلزم سي احكم الحاكمين ان بجمنت بوتمن تماما مجد شر ما افكر مثلا يا رسول الله ني اقل حضرت عائشة الصديق رضي الله تعالى عنه شاید اقل ہی نزبان اس پر یمس میں ہے کہ عبادت سے زب زب سوئی کران قیام سوئی کران بدان سوئی زب یم سیتا گناہ سلے محمد عربی سے گناہ و نش معصوم ان الخطا سے اللہ تعالى فرمونے سورہ فتح صندر قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر زم شعربية صندر من أنت بغرها انش زلفس اگو اسم سيس الاسم سينس الاسم اگر آسو گو ناو فرد من انش مسمخ آف کا نام کیا ہے يلي سيس جاش يلي سي سا تحشورن غنا زم شمنا عربية صندر تحت غنها يس انسان عاشم برودر جان بوج کر کرمت کے اس پر اس انسان کران چھ زم چھ منان تب غن ہاس یوس استعمال کر پروردگار یا عالمین رسول رحمت اس متعلق تم من لگ دشا مثلا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عبداللہ بن مخدوم رضی اللہ عنہ آما صحابی بڑی بڑی کفار استنادی دی قرائش اش يمن بنجايوس فوج فوليو يمن يتبان محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم يزبوزو يتين دابت مگر يم نوتوان يش يم غريب عرب غريب شو نوتوان شو غاش رستي لن يمن يزبوزو يتكي ايش ستن داد لو زبر دس غهن طوان ايش بوزو يمن يشكي أصل جرحنا صلى الله عليه وسلم دليم راختي وصواريا زبر دس رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر يم غسن قابو سو يا رب شعبو رسول الله تيك شو من كاش تون قرب أزدي على دعوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة دعوة دمان دمان إيش ما زاد دولا بالمخطوب رضي الله تعالى ما صحاب إيمان خسران قسم خير يعني مو خفار وش أدرى بالمخطوب رسول الله رحمة الله صلى الله عليه وصحبه وسلم رسول الله رحمة الله قد جين جبيني مبارك روز شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم شد من هاي كاج عايو أن يستنام كذا من ساعات يمتلون من كذا يسني مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجد فرموتي أبا سوت الله أن جاء هلاما أبا سا سخسا قرآن فرمون أبا ستا أن
seni bina okarın mukadımasını ki abastanı ki abasa zahkansız gemiz kansız demiz kansız abasa onu fırmını kudayı kıptımsın Resulü kâline ve tevallâ râ yâfir emcâhu lâmâ kitemiz nişâhâmâ iyi mesleğe zişâh الله تعالى الفرم ورسول الله رحمة الله ورسول الله يمن تماما لك بشن كرن مما هذا تعاشن تكر يوهي لفظ تمان قرانك يا رسول الله صلى الله عليه وصحابه وسلم جهز كري بجمن تبروت من لك زشاطا تماما ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرائي يتايب عنك رسول الله رحمة الله فرم ورسول الله يا أشياء أفلا أكون أفلا أكون أفلا أحب أن أكون أبدا شكورا يا الشيخ صديقة رضي الله تعالى عنها كم شنا بسند ببن باخ پروردگار يا عالم انتم شكر غزار بل امز دلفس اخو حمد يا اخو الشكر لك علامة ابن تيمية علي رحمة شكر مت رسالة تدمورية انتر كتاب شامس لخنة خاص اكيد التحاوية شرع اكيد التحاوية ايمان التحاوية هنطي علي رحمة يم امس انسان استمانت بوشا اكيد كارش حسن أخير صحيح يا قاسون أمة المسلمات أهل الصدق والجماعة تمسك أكيد التحاوية فري دايم أكيد الواسطي الله ما يبني تايمي على يرحم الصوص تريم رسالة تدمورية إن كان ذلك عربية صدر كتاب أكيد التحاوية أكيد الواسطي شو ترجم قوت هم من دون كتاب شو غالبا من ترجم قوت كي غالبا والله أعلم بالصواب شكر فحمد امز حمود شوانان هر كون جاي چاہے اللہ تعالی دین اس نعمت دیتن یا مد دیتن شاتن هر وقت الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالی شکر چھ اران شکر شیوان تاس چیز اس پر ون اگر کنش کان چیز دوس سشتن اس کران شکریا تن وگور شسن کران کے ام پر شکر اس خسن اللہ تعالی کر زہان ذہن عطا زہان عطا خصائل عطا اوصاف عطا یہ کری ایم شکر غزرش یہ خصائل اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یا عالمین نو جسم کرد محمد یا ربی علیہ السلام ستا خون مبارک ستا صلاحت ستا تمام چیز ستا ایم شکر غزرش یہ جسم کرن بخرش آخم الحاصمین سن زباد بسن یم سنسانس مشبود انسان از جسم از مضبوط فتح از مضبوط ام فتح از تنس یہ تکبر جک اللہ تعالیٰ سن زار گاہ سن زکان کے یم اوش احسن تنس بصیرت انس احکم الحاکم ان کراتا اللہ تعالیٰ سن قانون شکار صدقاء ناس الفاظ مقدس کیا شکر خزیر شیحی لقمان علیسا لقمان من این شکر للہ حکمت غمسل شیحی یمس اللہ تعالیٰ حکمت کراتا نولج کراتا معرفت کراتا من یوس مولی صبح تی منم ای نولج دکاش علم دکاش یتر بخشای رخ منم و فی کل شین آیات تدل والا انہو واحد هر کنش شی اندر چیز سندر چ اکد نشانی تدل والا انہو واحد یستان دلالت چکران یت کچبر سو خدا بس اکد دايم هيك لك هنك ليه تراس ان اشخر لله قوي اگر كنت الله تعالى علم قرآة دائم الشكر قزاري كاش شباش يفعل آي يكر يامل يمس احكم الحاكم ينا جسم قرآة يكر ناطنان انفر خرج يتيم انفر خرج مسكين انفر خرج يمس صلاح اذكر يمس شاتا احكم الحاكم ينا انسكر تيم انداز كاش دوكتر اذكر فاق پروردگار ان دوكتر ياتا حكمت عطا این آیت اس رب سن ایشد نبض وشانه که بیمار است اتی شونم تکیه دوت شو انزوا دیمون امسان اللہ تعالی اوش کنم ازد فیر یاسان امس سلام تکران ازد تیاسان احترام تیاسان گو یوسم سا احکم الحاکم اینم کرم تاتا این اشخور لله شکر غزوری کر اللہ تعالی مگر اکثر تو بیشتر شد آکر دیمون امشن الا ما شاء اللہ یمچه سن پونس سین اسم ستیوتا امس محيّل الصلاة تجتن أشهد أن محمد رسول الله تجتن صلى الله عليه وصحابه وسلم همي ضرورة همي بأنسنو كي ضرورة
اگر بالفرض 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 احكم الحاكمين قد نتا احكم الحاكمين قد انكرم بالفرض الله تعالى رشن هر ایک انسان یو سی ڈاکٹر تو